بالنسبة للكونفيجريشن بتاعتي، التوصيل كالآتي: أول توصيل عندي بيكون عندي كابل من ناحيتين متوصل بـ RJ45 دوت متوصل من الناحية دي ومتوصل الناحية التانية بالراوتر. توصيل عادية جدا كأن موصل أي جهاز كمبيوتر بالنت، تمام؟ والوصلة التانية ديت أنا بحتاجها في الأول علشان أعمل بيه كونفيجريشن، يعني أي مرة أنا بعمل كونفيجريشن على الداتا لوجر بحتاج أكون موصل وصلتين، الوصلة التانية موصلها باللابتوب هنا هي. تمام؟ موصلها باللابتوب عادي جدا. طيب أنا هنا دلوقتي علشان لسه جايب الداتا لوجر فمحتاج إن أنا أعمل عليه كونفيجريشن، أعرفه الأول وأبدأ إن أنا أشغله. أنا لسه ما عملتش أكونت على الأورا فيجن ولا على أي حاجة، أنا لسه بعمل كونفيجريشن للجهاز نفسه. طيب دلوقتي علشان ادخل عليه، اول حاجه ببدا ان انا لما بوصله كده بسيبه شويه بيحصل بلينكينج، انا بس عشان هو اتعمل له كونفيجريشن خلاص بيبدا ان هو يحصل له بلينكينج، اللمبات ديت بتنور ويبدا ان هو يتعرف على الانترنت. بدخل على اللابتوب هنا مبدئيا بروح جاي فاصل الواي فاي او الوايرلس عن اللابتوب بحيث اللابتوب بتاعي ما يكونش شايف اي انترنت، ولو انا شغال على ديسكتوب ببدا ان انا افصله عن النت. ليه؟ لان انا عاوز الداتا لوجر هو اللي ياخد النت من الراوتر وهو اللي يغذي اللابتوب بحيث ان اللابتوب ما يدخلش على اي انترنت الا عن طريق الداتا لوجر بتاعي، تمام كده؟ طيب اولا لو انا شغال على ديسكتوب الوضع بيختلف شويه لانك بتحتاج تعمل تعريف للايثرنت كونكشن دوت بتخليها DHCP، تمام كده؟ اما لو هو لابتوب فهو بيكون اوتوماتيكلي بيكون هو اصلا اوريدي مظبوط على كده، يعني ده الديفولت بتاعه. اول حاجه لو انت شغال على ديسكتوب المفروض ان انت بتكون بتغيره وتخليه DHCP، لكن انت لو اللابتوب هو بيكون الديفولت بتاعه هو اوريدي كده، وعلى خاصه لو لابتوب فيرجن حديث بيكون DHCP، فانت مش محتاج انك تعدله، فانت بتوصل اوتوماتيك بيه، تمام؟ فصلت النت عن اللابتوب، وصلت السلك دوت، وصلته هنا، بتبدا تنتظر شويه، خلال دقيقه او دقيقتين او ثلاثه بدات اللمبات بتاعت النت بدات انها تثبت كانك موصل جهاز كمبيوتر عادي جدا. وانت وصلت الباور بتاعتك رفعت الكهرباء عليه فاصبح الداتا لوجر زي ما احنا شايفين شغال دلوقتي عادي ما فيهوش اي مشاكل، فاصبح ان هو وصل له باور وصل له كل حاجه. ببدا ان انا افتح الصفحه ديت http://172.17.17.1، ببدا ان انا افتحها. الصفحه ديت لما بفتحها المفروض ان بيكون عندي في الاول بعض البارامترز مش متعرفه لونهم احمر كده، تمام؟ طيب بعد ما بيبداوا ان هم اسيب الجهاز وقت يبدا ان هو بيعرفهم اوتوماتيكلي لوحده. طيب دلوقتي مبدئيا انا عندي هنا لان انا سبت الجهاز شويه الحمد لله ان الدنيا كلها اتعرفت تمام، فبدا ان هو يظهر هنا بكل الداتا ديت البارامترز ديت اهيت، وادوس عليه هنا كل البارامترز اتعرفت بدل ما هم لونهم احمر اتعرفوا كلهم، السيرفر الكريدنشلز السيرفر كونتاكت كل حاجه اتعمل لها انيشاليزيشن. بعض الاحيان لو في بعض المشاكل عندك هتظهر لك بالشكل دوت، بيكون في بعض البارامترز ديت باللون الاحمر دوت، تمام كده؟ انا دلوقتي ظهرت عندي اهيت كلها اتعرفت. هنا بيكون عندي جزئين بساط قوي، انا عندي هنا الاثنين كونكشنز دول في اربع مسامير هنا، اول مسمارين دول البرايمري، وتاني مسمارين دول السكندري، دول RS485 وRS485، يعني الكونكشن عليهم بيكون بنفس السلك عادي بتوصل عليهم بكابل RS485. بس الاثنين بيكونوا بيتبعوا بروتوكولين، اثنين بروتوكول مختلفين، يعني اول بروتوكول البرايمري بيشتغل مود باس RTU والثاني بيشتغل اورا بروتوكول، تمام كده؟ الاورا بروتوكول ده بيقبل الانفرترات عادي باي ديفولت، اما المود باس ده اللي انا هوصل عليه الويزر ستيشن او بعض الانفرترات اللي هي سبيشال اللي هي ما بتقبلش تشتغل على السكندري دوت، تمام؟ فده لان هو بيفرق معايا في الكونكشن، فانا لو موصل ديزي تشين عاديه بانفرترات عاديه هشتغل RS485 على السكندري هتقبل معايا على طول، لو بشغل الويزر ستيشن هبدا ان انا اعرفها هنا كده. يكون خلصنا اول جزء. طيب دلوقتي انا مبدئيا عندي انا خلاص وصلنا الداتا لوجر عاوزين نعمل وعملنا له كونفيجريشن، عاوزين نبدا ان احنا نعمل له اكونت على الاورا فيجن عشان ابدا ان انا اعرفه على الكلاود بتاعتي، وببدا ان انا بربط الداتا لوجر بتاعي بالكلاود بتاعتي عن طريق ان انا اعمل اكونت. اول حاجه عشان اعمل اكونت بدخل على موقع اورا فيجن www.auravision.net. طيب بيظهر لي الشاشه ديت، اولا انت ما بتوصلش اللابتوب بالنت، تمام كده؟ المفروض اللينك بيكون اول ما تدخل عليه بيكون لحد هنا، بعد كده لما بتدوس انتر بيظهر لك كل الاكستنشن دوت. طيب المفروض ان انا لما بدخل انا ما بوصلش الجهاز بالنت، انا بكون موصل اللابتوب بالداتا لوجر والداتا لوجر هو اللي متوصل بالنت، فانا بستخدم الداتا لوجر از راوتر، يعني الداتا لوجر هو اللي بيكون الراوتر بتاعي، تمام كده؟
هنا ما بدخل انا طبعا لو انا عامل اكونت ببدا ان انا ادخل على طول بيوزر نيم وباسورد بتاعي، لكن انا هنا هنشوف احنا عشان نعمل اكونت نعمل ايه. فانا بدوس ساين اب، المفروض انا كساين اب ابدا ان انا ادخل هنا، فبيقول لي لو انت معاك اكونت اعمل لوجن، لو انت مش معاك اكونت هتعمل اكونت هياخد منك حوالي 10 دقايق. فانا بقول له نيكست. المفروض ان انا عشان اعمل اكونت بيطلب مني الداتا ديت. الداتا دي عباره عن ان هو بيقول لك تكتب الداتا بتاعتك كيوزر نيم، يوزر نيم فيرست نيم ولاست نيم وايميل بتكتبه مرتين، والايميل والفون نمبر والاي دي، وبتبدا انك انت تكتب بقى الادرس والسيتي كل الداتا بتاعتك، لان هم بيكونوا عاوزين الاكونت دوت يكون برايفت قوي، يعني الداتا ديت محدش بيشوفها، لان انت هتعمل مونيتورنج على المحطه وممكن تعمل كنترول عليها، ما ينفعش ان اي حد يكون معاه الاكونت دوت بالداتا ديت. تمام. تبدا بتخلص كل الستبس ديت بحيث انك انت تكتب تعمل الاكونت بتاعك. تمام. بعدها المفروض ان انت الاكونت بتاعك بيكون اتاكتف. طيب انا معايا دلوقتي اكونت، انا عامل له اكتيفيشن اوريدي، فبعد ما بخلصه بيظهر ازاي؟ طيب ده الاكونت الثاني اللي المفروض بعد ما خلصته وعملت له اكتيفيشن. تمام. الاكونت دوت بيدخل بيظهر للشاشه ديت اهيت، بيقول لي سيرفيس اكتيفيشن برايفسي بوليسي اند اند يوزر لايسنس، فتبدا انك بتقول له اجري وتدوس سيف. ده بعد ما بخلص الثلاثه ستيب اللي قبل كده. تمام. فهنا خلاص فتح لي بلانت بورتفوليو مانجر، كده بقت خلاص عندي المحطه بتاعتي اتعرفت، بس لسه ما دخلش عليها، مكتوب نوت كونفيجرد، ما دخلش عليها ولا محطه ولا انفرتر ولا اي حاجه، انا لسه ما وصلتش اي حاجه بالداتا لوجر، بس خلاص انا عرفت المحطه بتاعتي اتعرفت، عرفت الداتا لوجر كل حاجه بتاعتي.